واللي مش فاهم يعني اللي مش فاهم شغل الاسره وكده مش هيرفع البوست ان شاء
Madre. ¿Qué tal? Chiquita. Ayer te llamaba Felipe, que hace poco te dan. شرف انتو بلاد فيها بقى جهاز تصنيع بروتين اللي هو مين يفكرني الدلاجة بتاعتها بارالس سيرني وين نيورس سيرني اوراف من بلاد اوراف بيزا معانا نيورس مايتو ثم في ويل ديفلوب سوبرا نيوبيا كولجي ابريس طب والجانيوس الالكترونيوس صنعوش الجانيوس بس اللام كده بيزو بس انا بيزمنت من بيه لما تعمل كونتراكشن دي سكويز الاسينوي ديشارج السلايفا في الدكس مفاجاه بقى هنا لو بس كده على فكره طول الوقت اسمعني لو اصل طالب مش مستوعب ليه ما فيش باسكت زي بتاعت السيرز زي بتاعت البراتيت بس ده هنا ازاز كبير كبير طول الوقت انزال السر فالتقيل يزود بالقديم ناحية انا مش محتاج حد يعمل ايه فهمنا؟ ما حدش علينا نسيبها سهلة كده there is no basket A cells لكن في بدلها سنترو اسيدر سيلز لو سمحت بقى الحتة دي ازاي عايزة تفهم حلو ولطيفة قوي لو فهمت دكتور يعني ايه سنترو اسيدر سيلز Thank you. في البنكرياس يا سيرفيس
معلش انا في البارلمنت مين يا ولاد كده يعني طبعا من قوة اليومن بتاع الاسس. طيب ممكن اسألك سؤال بقى؟ لو انا قلت الخط بتاع هنا كده طب هنا ايوه يبقى ايوه اسس ومستوى سادس اللي هي يا ايه يا ايه ولا تبع السكشن معدي للدكتور ولا لا؟ ده يريبريزنت اني بارت؟ ما ينفعش كل ريبريزنت انتر كاريت الدكتور، لازم كل فجينيت الفور بتاعت انتر كاريت الدكتور، الحته اللي اتغرزت جوه دي. انت غير لو السكشن معدي للدكتور، if the section is cut in the proper way. انا عايز اسمع منكم سنتو اسنر سيرفس. شكلها لا سكويمس او كيف لا يعني سكويمس يعني او بيوريتال سنس ظهرت فين من اسمها؟ سنتر في السنتر بتاع مين يا حبايبي؟ بتاع الاسد بنكريس خلي بالك قلبي سؤال من الجريدين مش اتوبيس الامتحان هيجي شورت سيرة شورت ده اللي عليه خمس ايه؟ انما ده ميد ترم ايوه شهر 12 هبقول لكم المواعيد بس ركزوا يعني في امتحانين بونص والتالت هيبقى ميتر، ميتر ده اسئله شوط. اكتب ما تعرفوا عن قارن ما بين كذا وكذا. معايا؟ طب هم خمس نمر غالبا بيبقى سؤالين كل واحد بنمرتين وواحد اصغر من نمره واحده. من ضمنه ممكن يقول لك اتكلم على سنت واسنس. قولها لي كلمه. يا فلات يا كيوبيكال سنس بريزنت في السنتر بتاع اسنس. أي أول سيرس أسنس ولا فن كده لأنها مش موجودة فين؟ بص يا دكتور هي يعني إيه إنتر تريت بقى؟ يعني المحشورة حصل لها إيه؟ جنش. هل ينطبق الاسم ده على القرارات؟ كان ينفع بشرح الراجل أول أول ضغط اسمها إنتر تريت إنتر تريت معناها محشورة بس هي بنت مش محشورة لو انت مين تعرف تقول لي معناها؟ هم اطلقوا اسمها في الاول اكتشفوها فين؟ فالكيس فاطلقوا الاسم ده على الضغط في البكتيريا، لكن لما جم شافوا السيرفر جاز لقوا نفس توزيع للضغط، بس فضل الاسم عليها. هل الاسم ينطبق عليها فعليا في الفرادق في السيرفر جاز؟ لا، ما بيحصلهاش ان بشرش. يبقى هي بتبان يفلان او يعني سكويمس او كيوبيكال سيلز ابيض في السنتر بتاع انهي اسماعيل فقط؟ بنكرياتيك اسماعيل. ده يبريزنت مين؟ انفاجينيشن بتاع الانتر كريتيك اونلي ابيض ان ذا سكشن از كات ان ذا بروبر ولادي دي اول ضغط مين يفكرني بالازمه بعيدة تاني؟ هل شايف المنظر ده؟ دي بقى اسمها انتر ايه؟ مين يفكرني بالدرس الاخرى؟ في الرسمه دي؟ هنا الانتر كريتيف هتعتبر مكانها مكان الاسينوم، يعني طبعا الاسينوم. طيب جمعوا عملوا انترا لوبيول. مين يفكرني يعني ايه انترا لوبيول؟ هو اللوبيول. هو اللوبيول. الابيثيليوم يبقى ايه؟ كيوبيكس. استنى استنى. لا هنا هقول كيوبيكس. ممكن تسيبوه في ثانيه؟
مين حكام التسلسل بتاع فرض الدكس؟ انت كريم ثم انت ربنا ثم انت اللبنة ثم انت اللبنة ثم انت تخيلوا هنكون نفس الاسامي الدكس بس كتير واحد فكروا بقى اقول مين بقى نذكر مين بقى الكريات الدكس فكرني بقى مين بقى جابت تحديث من جودنا حد فاكر الجودنا مايك بايه؟ سيفيكولا يعني مش اعلى عن سيفيكولا حد فاكر في مسابقه الجاز اصعب بنقدر نعمل 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 في كيو كيو بوي كولام سو شال السودو بقى ستراتيفايد كولام لا قلب ستراتيفايد كولام قعدوا نغير يعني كتير قعدوا نغير كتير لكن انت في النهايه هتفتح فين في النهايه؟ سمول انتستن وسمول انتستن لاين بسيمبل كولاندر يبقى يا ولادي هنتهي بسيمبل مش اعلى عن ردت بالسيمبل كولاندر هدي مثال معرفش هتستوعبوه ولا لا ايه اعلى رده في الجيش في ليبيا؟ عقيد عقيد الرايس بتاعهم كده لا طبعا دي كل الرده دي دعابه عشان افتكر ان مش المفروض اعلى على مين؟ سيمبل كولاندر فمين الفكرة ان دي كانت دعاية مش بص يا ولادي طب ايه رأيك بقى؟ اللي ممكن احفظها ايه؟ 2 كيلوميتر 2 كولوم مرة واحد قال لي استنى هما كام ضغط؟ هما كام ضغط؟ كام؟ اساليب عادي معانا يا انتر كريم انتر 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 لوبر انتر حبيب قلب البارودت مليانه انفرارد فاكرين يا جماعه اللي هو البيوتي؟ نيفر شوف الكلمه دي نيفر اشوفك في البنكرياس نون الانت كريم فاكرين في البنكرياس بتبقى طويله قوي يحصلها ايه من ايه؟ مجنيشن برضه طويله بتغنيني على الانفرارد يعني انا ما بشوفش مين هي انت كانت كنت بعرف اشوفها في التركيب ده هتلاقي صغير ما بنرسمهاش فاحنا هنا انت كريتت في البنكرياس تغنيني عن مين؟ ده اسمه ايه؟ مرة طالب لطيف قوي في امتحان معرفش طالب ولا طالبة بقى كان في الامتحان ايه؟ بصوا اسامي الدرس مين يقول لي تاني بقى؟ أول واحدة اسمها انت كريتت لايف ايه؟ الفرق الاساسي المهم قوي تحت الميكروسكوب وجود او عدم وجود انترالوبينر انترالوبينر تاكس حد شاطر بقى يقول لي اللي بعدها لا طبعا انترالوبينر كيوبيكال انا قلت اثنين كيوبيكال اثنين كولامبر طيب انترالوبينر كولامبر طب مين تاكس كولامبر لازم تبقى كولامبر بس مين يفكرني بجودنا في اللاي كان فيها ثلاث انواع مختلفه جوبلت سيل وانتيرون دوكاي كولاندر ابزوربي جوبلت وانتيرون دوكاي هي المين دوت درايفر يعني مش هقول كولاندر بس هزود عليها مين ومين الكاس ده جوبلت واللي كاتبه فيها حرف ايه ده الارج ده مين فيها اسمين اشهر انتيرون دوكاي انتيرون دوكاي على فكره قبل ما اشرح الاندوكراين بارت اللي هو جزء ايه؟ لانجو ما تيجي تقولي جاي بارت انفرد الكورت فاكراز؟ خلي بالك اني مش ده ليه سؤال بخمس سبع اخر سنه لكن لا سيبك كده تسمعني في امتحان ال 100 ترم او خمس نمر ممكن يقول لك انا عايز سؤال من المتين بس قدر من المتين مش هجيب الجدول الكل ولا تفرق بيه سيرس اسيدز بتاعت البروتين والاسيدز بتاعت البنكرياس
الشمال كل عايز مين بس. ويا جماعه انت لما مربتين ده عايز كام نقطه؟ اربعه كل واحده ونص. تعالى نشوف تقولها ازاي. طب قبل ما اوصل للاسينوي حد شاطر يقول لي الديفينيشن؟ اللي هي السيتوبلازم الرقم اللي تحته محترم، شايفينها؟
الاسيناي ده الاكسو كرايزا. طيب حد شايف الحته اللي في النص اللي نقطه دي مش لونها افتح من اللي حواليها؟ دي جزء ليه؟ لانجلز. مين يعرفني الاول يعني ايه ايلاند؟ لا مش قصدي العرب يا اخوان. لا انا قصدي ما تعريف كثير. هما سموها ايلاند ولا ايلتس؟ ايلتس. ايلت تعرف الفرق؟ ايلت تصغير ايلت يعني مصغير الكوتش. بص هو الفرق تعرف البنكرياس فيه كام جزيرة؟ about 1 مليون. ومع ذلك في سلايدز هتشوفوها في المعمل ما فيهاش واحدة. قصدهم يا ولادي مني في الثيل. حد فاكر بنكرياس كان فيه هاد وبادي والثيل؟ هما الايدلز متركزين مني فين؟ في الثيل ولا بنكرياس؟ لو الستايل معدي في الثيل هشوف مين في كتير قوي؟ ايدلز. لكن معدي في الهاد بعيد اشوفه. ممكن الاقي بس قليله. حد شاطر بقى يقول لي لا انتوا دلعتوني قبل كده.
تسمط عليه تاع الباقي سيتي كيتاب جيلي جيلي كم جيلي بيبي تيجي تشوفهم بسرعه كده على فكره اللي فيهم كلام هم البيت والارض طب ايه ده رسمته هتشيلوه بس كاني وكاني وليه انا مش شخص مترويس لكن أعرف من وعلي ذاتي يا جماعة اللي هي لاين ميكانيكال دي انترلوكتر البيتا والألفا هما بصفة ليه قلت بيتا قبل الألفا عشان يختف العدد بص عباس بص تاني عباس مين اللي عددهم كتير؟ البيتا 70 او 75% الالفا لارجر دان يعني سمولر دان طيب مين فيكم يقول لي مين مالي في السنتر ومين مالي في البريفري البيتا مالي سنتر سيجن ما اقدرش اقول لك كلها سنتر لان في شويه في البريفري مش كده يقول مالي سنتر سيجن لكن الفا سنتر مالي بريفري سيجن اظن اي وقت كلام بسيط قوي حد عنده فكره من الفسيولوجي من سلمي بيتا دي بتفرز ايه؟ انسولين بيزا لما نتعرض لستريس نخاف تعب الادرينالين يعني بيزيد وكمان مين يزيد؟ الجلوكاجون بيزيد فيزود البلد شكرا في بعد كده وانت ايه دليل تعالوا تفرع القاعدة بما سواء بيتا او الفا اسمع الدور الاثنين بيفرزوا سواء انسولين او كربون الاثنين دول بروتين هرمون حتى كان اللي عندنا اللي دي حمرا ولا دي زرقاء بالالوان دي صبغات خاصه حبايبي الهرمونات اصلها بروتين بس عليك ما بستنس ريتش ايه؟ اري اه راس الدوبلاس والديفلوبمنت نيورو والهرمون يبان في صورة ينفع أقول زنوج جايبه؟ زنوج يعني ديزاير لكن لما تبقى هرمون أقول إلكترون دنس بيتوين جرانوس صح كده؟ إلكترون دنس إيه؟ طب استنى استنى هو أنت شفتي جرانوتي في اللايف ميكروسكوب؟ بص على أسئلة إيه؟ هل شفنا في البيتا أو في الألفا؟ جرانوتي ده لما اشوف جلوز اقول الخلايا دي بتفرز يا انزايم يا هرمون، ليها ضغط تبقى انزايم ما لهاش ضغط تبقى ايه؟ هرمون. فرق الجرانيولز بتاعت البيتا بتدوب بالالكوهول تزول في الخلف. الجرانيولز العكس بقى بتاعت الالفا بتدوب بالميه. حد فاكر استخدم توكسيكسين؟ كنت بستخدم الكول واستخدم ميه. يبقى انا هشوف الجرانيولز بتاعت مين ولا مين؟ ولا بيتا ولا احنا يعني عارفين كده جدلا بس انها حمرا لكن انا بالعافيه طبعا ما تكسر سين بشوف نوعيات الجلوكوز بتدوب بايه دي مهمه جدا دكتور باي ده مش هياخد زواج في جي سيلز ممكن اسمحكوا الجي تبدل كل حاجه وانا سبتها نسبتها 10% تحترم اكتبها معلومه مين
يقول الناس المنتج 70 15 85 10 دلتا 95 فاضل كل الباقي بنلعب في الخمسه. يبقى الباقي هقول ايه في كل واحده؟ فيريتي وين نمبر فيريتي وين نمبر همشي كده كل واحده كل اللي جاي كل الحروف اللي جايه هقول ايه؟ فيريتي وين نمبر. مين الثلاثه اللي احفظ بسبب؟ الفا وبيتا وبيتا وبيتا. كتبت جنب دلتا ضد كل حاجه. هي الجي سيلز يسمعناها في الصمك والتسلم. سومات استاتين بتطلع ايه؟ سومات استاتين داخل الضغط المرفق فاكرين؟ يا جماعه سومات استاتين فكرني سوما يعني؟ يس ستاتيك يعني بيوقف نمو الجسم. سومات ايه؟ استاتين. اقول لك مفاجاه اقول لك مفاجاه هي تي سيلز الهرمون بتاعها مش بس اجينست الجروث هرمون ده ضد الجروث هرمون وضد الانسولين وضد الجلوكاج. عشان كده بتبتدي تكتب ضد كل حاجه. تي ضد كل حاجه. طب مش عارفك ان تي بتفرز هرمونات. لقيت فيها ايه؟ سكريتوري انزيمز. انت شفتني رسمت الدلتا اصلا؟ هي بتفرق على فكره مع الارض. لكن الجزء بتاعها ما تبانش الا سيلفر بالاي جي. يعني عشان كده مش بنشوف سيلفر واضح. طيب حد من حضراتكم يقول لي سي سيلز نسبه 3 فيو نمبر اللي جاي يقول له هو ايه؟ فيو نمبر. طب على فكره ساعات يكتبوا 2% بس هي عاده فيري فيو ما لقوش فيها او لقوا فيري فيو سكريتوري جانبز. دكتوره انا قلت ايه دليلك على انها بتفرز هرمون او لا؟ سكريتوري ايه؟ فيري فيو وساعات مش فاضي. احنا العلماء عموما يعني ما يحبوش يقولوا مش عارف وظيفته. يعني بيحسوها كبيره في قراراتهم يعني. فمش عارف وظيفه يبتدي يألف نظريات. يقول لك ايه؟ لازم تكون لسه undifferentiated زي هتعوض واحدة من الوعد. يا إما كانت اسمع فيها دكتور كانت بيتا أو ألفا فرزت خلصت الهرمون. يعني لحظة هي عارفين كلمة exhausted cells مستهلكة مرهقة مستنفذة القوى عارفين الكلمة دي؟ أو دي جرانيوليتد cells يعني خلصت إيه؟ الهرمون اللي دي اسمها كام اسم كام في المية؟ يا حبايبي فمين يقول لي سي سيلز تاني؟ فيو في النمبر فيها فيو سكريتوري جلدز دي يا اما ايه يا اما ايه؟ يا اما ستيم سيلز يا دي جرانيوليتد سيلز. طيب نيجي بعد كده اي سي سيلز قلناها هرمون السعاده. انا يا جماعه بقول اخر ثلاث كلمات ركزوا هرمون السعادة اسمه سيرتين. سيرتين ده اسمها ده فين؟ معلش يعني ثانية ثانية وأقول لك أوي. يعني وأني سكريشن فاكرين الفايروس؟ أنا الأكل الخالص أقول رايح بقى فين؟ يعني بتوقف مين؟ بنكرياس اكسبريشن. طيب في كام جين؟ 2 جين. 2 جين، الجين الاولانية خدام جاسترين سكريتنج سيلز. الجاسترين دي كانت بتعمل ايه؟ استميليت الاتش سي ال. استميليت المعدة بتعمل اتش سي ال. حد فاهم الظاهرة كده التلازمة الانسولين اديسون سيلوم. حد فاكر جدت؟ جدت عشان احنا قلناها في الصبر. حد فاكر الجي سيلز ساعات بيحصل فيها ورم وهي موجوده فين وفين؟ في السبان والزايد الجلد مش كده؟ حبايبي السيلز لو عملت جاسترين كتير يبقى افراز مين هيزيد؟ الاتش سي ال هيزيد قوي فيسبب ارض سايز سواء جاستريك او جودرال ارسل. المفروض الارسل دي لما باخد ليها علاج تخف وتتلف لكن افضل تاكل علاج ما تخف
لما نروح نتعرف المعمل قيس الليفل بتاع الكاسكيت الدم، ما نشخصش مرض المرض انه عنده قرح. لا بس هي ريزيستنت للتريت، مش نافع فيها علاج. واقيس الكاسكيت الدم الاقي ايه؟ عالي ده عنده ورم بيطلع بسنين. طب الورم ده يبقى يا فين يا فين؟ عملنا انذار على المعده والجدر مفيش حاجه. يبقى الورم فين؟ عرفت ليه مهمه قوي تعرف ان الجزء مع انها فيري فيو ان نمبر لكن فيها جيسس طالع جسمين وكتير بيطلع منها اورام. والقصه دي مين اللي اكتشفها؟ خواجه بقى اللي اسمه كلب عباس مظاهر اديسون في الظاهره دي اسمها سنه. اخر واحده ونخلص فيها محاضرتنا جانج اليونت نيرف سيلز، او ممكن تقول سيمباثيك نيرف سيلز. حد فاكر سنه اولى السيمباثيك كان شكلهم ايه؟ ستيميتشن مالتي اولى ستيميتشن نيرف سيلز. مش تسمعوا مع والله خلاص مش تسمع مواد زاد السكر زاد عليه. انتوا عارفين يا جماعه ضيقتك بقالي 22 سنه. اول ما اكتشفت ان انا ضيقتك كان احد الزملاء قال لي معايا كلام يعني صعب جدا لدرجه ما سمعته وقع عليا. روحت البيت روحني البيت ثلاث ايام تخيل الالفا تطلع هرمون هو يزود الشغل والبيتا ما تطلعيش انسولين. فمين يعرف قوي؟ يا جماعه معروف قوي ان داخل يعمل عمليه حتى لو ما عندوش سكر ممكن يجيله سكر مؤقت. ده من كتر ايه؟ روح والستريس يزود الايه؟